نتوما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد الوصفه ديال الدجاج في الفران بالشامبينيون وبطاطا والبصله والاعشاب. نبداو ان شاء الله بالمقادير. عندنا الدجاج كيبقى على حساب عدد الاشخاص. عندنا واحد حبه البصله اللي مقطعه هكا بشكل طويل، بطاطا اللي مقطعه دوائر، يعني كلشي كيبقى على حساب عدد الاشخاص. الفطر معلب، الا كان عندكم طري كان احسن. شويه الابزار، الملحه، الثومه اللي مقطعها بهذا الشكل هكا، عندي واحد ثلاثه سنان في هنايا ديال الثومه. لاموطارد، سكينجبير، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الثومه غبره، والاعشاب المنسمه غادي نستعملوا ازير وزعتره. هما الا كانوا طريين كان احسن من انهم يكونوا مجففين، ولكن ما كانوش عندكم طريين ماشي مشكل، ديروا اللي مجفف. وعندنا زيت الزيتون، هادو هما المقادير اللي عندنا. نبداو ان شاء الله بالطريقه. غناخذوا كل شيء، غادي نديروا واحد البول، كلشي غادي نديروا فواحد البول كبير. الدجاج انا محيده له الجلده، الا ما عندكمش مشكل مع الجلده تقدروا تخليوها ماشي مشكل. نديروا البصله وبطاطا، شامبينيون، ثوم، بصل، ملح، سكينجبير، بالنسبه لهاد الاعشاب شويه غادي نفرتوهم. بعد ما فرطنا داك الاعشاب نزيدو شويه ديال الزيت. كنظن من هاد الاكله هادي ما كاينش، ولكن البنه ما نقولكمش عليها كي كتجي جبنينه بزاف. صافي غادي نخلطوا هاد الشيء. نخلطوا هاد الشيء مزيان ونديروه في المول اللي غيدخل الفران. من بعد ما خلطنا كلشي غناخذ واحد المول اللي كيدخل الفران. اول حاجه غادي نستفو ديك البصله وبطاطا من التحت والشامبينيون، عاد ديك الساعات نحطو فوقهم الدجاج. هنا صافي غادي ندخلوه للفران، غادي يكون شاعلينو ديجا على 200 درجة. نغطيوه في الأول غير على ما يدخلو الطياب، من بعد نعريوه باش يتحمر لنا الدجاج وينشف لنا البلا ديالنا. واحد المسألة كان خصني نذكرها لكم هي أنه فاش تدخلو الدجاج ديالكم الفران، مثلا منين دوز ديك 20 دقيقة ولا منين تشوفوا أنه بدا كيطلق الماء، تبقاو تهزو من داك الماء اللي كيطلق لكم وتسقيو به من الفوق، يعني تسقيو به الدجاج وتسقيو به هذه الخضره هذه اللي من الفوق، كتزيد تبنن هذه الخضره هذه اللي من الفوق وحتى الدجاج كيزيد يتبنن وما كيجيش ناشف. هذه المساله هذه بغيت نذكرها لكم وصافي. دابا غندخلوه الفران ونتلاقاو ان شاء الله. هاد الدجاج ديالنا من بعد ما وجد كنخليوه حتى داك المريقه كتنشف كاع. بالنسبه للدجاج انا فاش قرب فاش طاب صافي الدجاج وبغيتو غير يتحمر، درت له شويه ديال الزبده مع فلفل حمراء او بابريكا، دهنتو هكا من الفوق حيت راكم شفتوا انا حيدت له الجلده. الا كانت عندكم جلده هذه المرحله هذه ما غتحتاجوهاش، لان داك الجلده كتقرمش وكتعطي لوين مزيان. صافي هذا هو البلا ديالنا، نتمنى ان تكون عجبتكم الوصفه وتطبقوها.
هكا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. الى فيديو مقبل ان شاء الله، وصفه جديده. السلام عليكم.